الرياضية في تونس تيلة ساعة ونص من توا حتى النصف نهار ونص باش نبدا التقديم مع اللي ما كانوش حاضرين معنا البارح في الأول حلقة. سيدي ذا بوراوي مرحبا. مرحبا أخويا سلام، مرحبا بجميع المستمعين. شنو الأمور؟ الحمد لله يا رب. لاباس الحمد لله. خاصة كيفاش تعدى الجمهور توحشك شوي؟ هو أنا زلت وحشتهم وإن شاء الله معناتها ينقصونا شوية من المحبة نتاعها خاصة أنا وزميلي مروان. أنت ومروان طب بعد نحكي شوية. أنا ما نحلش أما يحكيولي لك. منهم واحد قال لك بربي يا إسلام قل سيدي ضاي يلبسك السورية هذيك. حتى في السويد يرحموا فينا شنو نلبسوا. هذه الشميزة مش هذه. لا مش هذه. لو كي نهار كي نلبسها نقول له تفرج فيا. باهي أيضا يحضر معنا مختار دبوس. مرحبا مختار. مرحبا اسلام، مرحبا بضيوفك، مرحبا بجميع مستمعين ومتابعين اذاعه مسك. اسلام كانت تحب تعطيني دقيقتين بالضبط. نحب خذ حد اكثر عارف شنو باش تحكي. تفضل مختار عندك. نحب نعزي خونا وصديقنا الحكم محرز المالكي. صدقني عدينا جمعه صعيبه برشا 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 معاه، توجعنا معاه، عشنا وقت صعيب صعيب صعيب. محرز توجع برشا. نحب نعزيه ونقولوا ان شاء الله ربي يعوض عليك خير في مريومة. مريومة كانت سبب سلام في لمشة من الحكام اللي ما كنت حتى نهار نتخيل روحي بشراء الحكام ملمومين بالشمل هذاك. تعرف ربي بعض ساعات يا بعض حاجات يا بعض يقول لنا سيدي اجتمعوا بالسيف عليكم تجتمعوا. الحكام كانوا اخوات. بنته توفات، بنته صغيرة عمرها عامين هكا. عمرها عام الله يرحمها ان شاء الله. مريومة كانت ميساج تعدى لجميع الحكام. كنا اخوات، كنا واقفين مش مع صاحبنا صدقني، كنا واقفين مع خونا. محرز تعدى بوقت صعيب برشا برشا برشا. محرز يقول كلمة تقعد قاعدة تدور في 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 بالي توا نرقد نقوم. يقول من عاش فما وجيعة هكا في الدنيا هذه. بالحق حسيناها معه. ومراه نأكد لك حاجة، يمكن هو فاتنا شوية في الإحساس لكن عشنا معاه لمومو الكل. نحب نشكر إسلام محرز. رانا مازلنا بحذاه ومازال المورال شوية بدا يطلع شوية. مش باش ننسى بنته ونحن مانيش باش ننساو مريومة. ونحب نشكر سلام بالخصوص اسم قاعد لازمني نشكره. نحب نشكر الحكم المساعد عمر الريحي. عمر الريحي ورا اللي كونه انسان عامل محرز كاخو اليوم وغدو وبعد غدو وتوا في طريقه ماشي المحرز وانا نكمل من راديو نمشي بحذا محرز. الأولاد الكل من يوسف الجامي النعيم حسني الإسمايل البسرور التي والزيزوات ما نعرفش باش نسمي لك البركلة الكل وقف برمه. ومن سامحوني كان نسيت عابد لكن نحب نعاود ونقول يا محرز إن شاء الله ربي يعوض لك خير وإن شاء الله ربي ورانا مش الكل مش كان انتي الكل ما نشبش ننسيه مريومة وربي يرحمها وربي يعوضك خير إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر إن شاء الله تعازينا مرة أخرى الحكم محرز المالكي إن شاء الله ربي يصبر على فقدان بنته. مروان تيل مرحبا. مرحبا بيك سلام، مرحبا بالأخيان مستمعين مشاهدين راديو مسك. حتى أنا أحب ناخذ دقيقتين سلام. أي فضل بون نورمالمون راني سلام ما نحبش نبرر مي واحد كيما نقولوا من لز وهك شفت معناتها يذول لي برشا قاعدين الكلام تتقال اللي كونوا اليوم في راديو كيما هذا محترم مانيش انا باش نكون كيما نقولوا العباد اللي تحكي ناخذ نعمل في البوس خلينا نكون معناتها ومضابير راني ما نحبش نوضحها سلام. انت تعرف خدمنا مع بعضنا يظهر لي كان ما نعطيوش كيما نقدروش ليكيبات وما نحترموش يظهر لي ما نكونش انا بحذاك. اول حاجه نكونوا في نطاق معناتها ديما الروح الرياضيه والاحترام. نجم ما نحبش نزراني زيد نعاود راني كي نعطي راي وديجا حكيت انا ومختار في الاوف يعرفني كلمتي نقولها قال لي مروان هذيك الحاجه راي ماهيش باهيه مي الله غالب سبحان الله انا ما نفخش كيما برشا عباد يا عباد الله. اليوم نعاود نقولها راني نعطي راي لعبت درجين في الكوره راهو رايي الشخصي
تعلمنا منها أمور شوية. هو حتى شكون نحترموا الجمعية، حتى شكون ما لعبش حتى دبج، حتى واحد في القهوة أنا الأمن من حقه يعطي رأي. أنا نعطي رأي أما ديما نحترم الجمعيات. احنا تربيتي ما تسمحليش باش ما نحترموش الجمعيات. نجم رأي اليوم تسمعوا ولا ما تسمعوش، هذيك أمور وراني آخر مرة باش نبرر فيها. راني على لساني نقولوا، راني مانيش كيما نوعية العباد. أنا اليوم نخدم معاك إسلام خاطر النهار دبرت علينا شنو باش نقولوا، ولا نحنا نخموا. احنا ديجا كي ندخلوا ما نعرفوا على حد شيء شنو باش تسالنا. ديجا انت تعرف واللي ذا خويا الناس كل ميسيرش. نجم اسمع برشا انتقادات، انا حتى كي كنت نكور سلام مخك يقف في تونس، فماش حتى بلاصه ما مشيت ليهاش لا سبوني وشتم، هذه كل استنس بيه. اما بجوست نوضح للراي العام، لا تقول لي لا بوز، لا تقول لي حد شيء. اي جمعيه راهي تاخذ حقها. هي انت من اول حلقه مو بشويه، حتى نديروا نقولوا توضيح خاطر برشا عباد وليتوا انتم تخدموا بينا ونحنا نعملوا في البوز. يا سيدي نقول لكم فما حتى حد يخدم بينا، وكان جاي سلام يخدم بينا مانيش كبش نتيح شدانا ونروح كون في نار. واخر مره وراني اي حاجه على لساني نقولها، سواء في الكلوب سواء في الاسبيرونس سواء في ستاد سواء في الاتوال، راني كلمتي نقولها ما يقص الراس كان ربي. واضح. احمد الصالح مرحبا، عندك دقيقتين انت ولا ما عندك؟ لا انا عندي 10 ثواني بركه باش نرحب بصديقي رضا اللي توحشته عندي مده ما ريتوش، ولو انه بدا لي ميسيون متعثر نوع مع نوعا ما، يبدو لي مرتبك شويه خاطر بتاتر هو الحصه وموسم جديد ما نعرفش على السي رضا ما جاش في فورة. ولو اني نحكي شويه على التحرير، هو التحرير ساعات ما يلزمش الانسان فما حاجات يكون عليها شبه اجماع والانسان يجيب موقف هكا غريب شويه، هذاك يخلق نوع من الحساسيات. لما يقعد موقف في اللي قاله مروان تاج في البليلي، هو رايه الشخصي هذاك، هو لاعب كره ويعرف، اما فيه نوعا ما من شويه هكا ما نعرفش تجنى نوعا ما على البليلي. خبرتو البليلي فالور سيور وملاعب كبير وكاريرو كبير وملاعب قادر الوحيد في الترجي التونسي قادر يعمل لا ديفيرونس. يا ودي اسمعني ما نديها، خلينا نزيدوا الرد نوضحوا خاطر اليوم نحن ديما الكلمه اللي اسمعني صارت كلمه باهي. انا نحكي ديما اسمع انا ناخذ انا كملاعب ناخذها من كوتي الجمعيه للخصايه ملاعبي حتى حد هون عاود هالك الملاعب البليلي مش متغلطونيش حتى حد لا يشك في قيمته الفنيه. قلت كبروا ما عادش نجم يعاون كيف نسوي نوصل لها جانا لا نمشي نحضروا الرندمو يا ودي العمر مجرد رحمة. لا فما ملاعبي 40 سنة 40 سنة نبدأوا بيرفورمانس ما تكلموش مع بعض. احنا هذاك علاش ليكيب ناسيونال خلينا نفهموا اللاعبين، هذاك علاش شادين من اليوم في فلان وفلتان وفي العمر هذاك خير من مساكني. اسمع عندك ماك تحكي على مساكني مثلا عندك خير منه. تحكي على كيب ناسيونال والعمر يا مروان كون متجانس مع نفسي. تلعب بذرتنا في تونس نحن باللي تعلمناه نغزلوا الفيزافي نتاعنا كيما نقولوا الاوروب وكريستيانو هاو كريستيانو احنا ما ذرتنا كان لغه العمر مجرد رقم واللي داير راهو غلط. ذرنا الانتباعيه يزينا ما كان لغه العمر مجرد رقم وتحقير من ملاعبي. انا نحكي بروجي سبورتيف ما تقولش غلط خاطر الغلط في رايك انت صحيح عند الاخر. بربي يا سلام خلينا نقول حاجه للمروه عندنا ضيف بالتليفون يستنى راهو بسرعه 30 سكوند غزل لي اخترت تاخذ الكرسي هذا مروان باش تقعد باش تنقد البلايلي ولا باش تنقد الفريقي ولا الاتوال حر انت راه لكن انت راك حر وعطاك ما نعرفش انا الوقت اللي باش تكون موجود فيه وباش تنقد وتاخذ ميكرو يا عاد ما تلومنيش وخاي حتى انا كي نكتب كلمه راه هذاك حر لا سلمت حتى حد لا انت توا انت مادام فما سبان انا بالنسبه لي انا يا ودي لا يا سلام نمشي معاك راك لا سلام انا مطيم بحب الترجي نسب لا ما تسبش لا سامحني في الكلمه انت ما تلوميش انت سامحني انت جاي باش تربي جمهور كامل في حصه كيما هكا لا هذه فما جمهور كما انا نسويه كما لا ما تنعاش انت تشجعوا في العباد كيفاش بروفوكي وتحبوا تنهي العباد علاش قلت لك بلاش بوس نعمل فيها ما هي ماشيه جايبه جوار بالاف المليارات لكن سامحني انت خذيت الكلمه تكلمت وتقلت على البلايلي معناتها اليوم انا نجم نكون فيه معاك راهو يا مختار يا مختار يا سيدي انا نتمنى البلايلي ما ينجحش يا سيدي انت تركبتني تهم انت انا الاعتبارات قلت بروفوكي علينا بروفوكي فيه انت اعطيت راي اعطيت راي مش بروفوكي لا ما راي هذاك لا ما بروفيتاش ما نعرفوش الجمهور الرياضي على الرياكسيون تاعو هذيك ثقافتنا وهذاك سلوكنا كيفاش علاش جوارات تسب امها هاي كل واحد يخرج يقول لك تسب امي برشا جوارات تضرت برشا جوارات انت ما تسبيتش تتكور سبيت اكثر من هكا سبيت ميم انا اليوم اسمع مش اليوم راني جاي على كرسي باش نبروفوكي العباد راني انت هاك تعرفني اسمع كنا حكينا في الاوف كلمه تقول المشكل مروان ملاحظاتك كلها تخص الترجي التونسي لا خاطر ديما ملاحظاتك تكون هكا غريبه شويه ومش منطقيه ديما فيها تجني نوعا ما على الترجي سامحني راه حاجه غلطه ما نتكلم غلطه بارابور كوا تحب
نحبوا نحكيوا على التسمسير ونحكيوا على برشا حاجات. بلالي ما فيش تسمسير. سيبنا عبد الله ما تخليوش تدخلوا في بلالي أمنيت أي جمعية. سيبنا نتعداو. مش موضوعنا راهو اليوم نقطة. نحبوا نحكيوا على حاجات تحت الطاولة طلع نقولوا نقعدوا نحكيوا في الصباح. يا مروان. مالا سيبنا. هذيك نقطة جبدناها ونتعداو. وضحت خلينا نتعداو. باش نحكيو على نادي الفريق المهاجم الكاميروني للفريق ارموند كوب. برشا ناس يتسائلوا علاش ما صححش الملاعبي هذا حتى لتوا مع نادي الفريق، ما تمش الاعلان على الصفقه رغمية تقريبا عنده اسبوع موجود في تونس. معنا بالتليفون وكيل اعمال اللاعب توفيق خالد. سي توفيق مرحبا. مرحبا سي اسلام. شنو الامور؟ لاباس عليك. يعيشك خويا. الحمد لله. شنو احوالك؟ مرحبا بالضيوف. شكرا لك سي توفيق. دونك انت الوكيل الرسمي للاعب ارموند كور، رغم اللي صاير برشا جدل حول الوكيل نتاعو، وانت ارسلت الوثائق الكل اللي تثبت انك الوكيل نتاعو وانه مصحح معاك عقد اللاعب هذا. خلينا نفهموا في البدايه اللاعب كيف جاء لتونس وشنو هي كيف صارت المفاوضات، ويبدو لي ما جاش للنادي الافريقي من الاول. اكزاكتومون. بشوف خويا بالنسبه لارمونتو كانت مفاوضات باش نعطيك بالترتيب. في الديبي سيتي مو جوان سيتي بريفي، معناها اون بيان افونسي مع الاهلي طرابلس في ليبيا. كي ما خذوش البطوله وصارت شويه مشاكل في الاداره وتبدلت الاداره، اون افي معناها ديسيدي دو شانجي. دخلت ليتوال النجم الساحلي سيتي البرومير ايكيب تونسي تدخل على معناها اللي قال البارح حمجد القبنطيني وكذب وكمال بن خليل صحيح. بيان سور. ديبوي لو 16 اوت برومير كونتاكت مع النجم الساحلي سيتي لو 16 اوت. حكينا والحكايه ما خذتش معناها 24 اور، وجي ريسي لوفر وجي ريسي لانفيتاسيون والديموند معناها للامباساد في الكاميرون على الفيزا، والملاعبين اللي تي كونفوكي ليكيب ناسيونال. عملنا لي ديمارش ومشى ديبوزا الفيزا نتاعها في الامباساد. الى يو الفيزا لو 29 اوت اكزاكتومون، وحضرنا الكونكرات وكل ومشى مع المنتخب. ودايور حتى في الستاج نتاع المنتخب معناها خشت ايكيبات اخرى لكن سون بليس. اونترو طون لو 25 اوت دخلت السيف، وفاق السيف دخلت لو 25 اوت. ايزون انفوي اون اوفر الملاعبي املا كاشي معناها ما صارحنيش بها. قال لي زيد فما دي كونتاكت من ستيف سون بلوس. قلت له ركز على المنتخب واحنا ديجا نافونسي في البروجي. كيف كيف تحكي بالوثائق؟ بعثت الوثائق اللي توالي معناها بعثتهم لي وريتهم لي وبعثت حتى فيديو اللاعب يحكي انه باش يكون في وثائق ستيف. بو انت قلت لي ما نشرهمش، نحترم الرغبه نتاعك، لكن انا شفتهم الوثائق هذوم والفيديو هذا. ميرسي عايشك. خلينا نرجعوا لو 25 اوت وقت اللي جات اللوفر نتاع الوثائق ستيف. الملاعبي املا كاشي ما صرحنيش بها وما قاليش، معناها قلت له قال لي جوست فما دي كونتاكت وكلموني ناس من ستيف، وانا نصحته قلت له ركز على المنتخب والبروجي سبورتيف اللي معناها اون لا كومونسي اون فالو لو فينير بعد لا سيليكسيون. اش يعمل الملاعبي مع تنظيم الفامي نتاعها؟ طلبوا منه باش يصحح في ستيف. ولوفر دو ستيف بريميرمون جات اللوفر افيك معناها الديوري دي كونترا واللي مونطون معناها لي شيفر اللي باش ياخذهم كان كونترا دو دو سيزون. وكيما تعرف خويا في القانون اون اوفر اللي فيها يكون فيها الاوفر اوفيسيال تكون فيها ديوري دي كونترا بلوس لي شيفر معناها كي فا توشي الملاعبي، سي معناها ليكيفالون تاع ان كونترا اوفيسيال. معناها وقت تقبلها سي كي في اون ديري معناها صححت لها ان كونترا. هم معايا مختار اللي في النقطه هذه، خليني ناخذ رايه هو رجل القانون. الاوفر كي صح علينا الملاعبي يعتبر معناها كانه كونترا، هو صح في اوفر مش في كونترا. صحيح. وقت اللي يجي اوفر كيما حكى بالكريتير هذايا وتم الموافقه معناها يتم القبول نتاعو، تنجم الجمعيه ولا الطرف المتضرر يمشي به للفيفا وياخذ في حقه في الموضوع. معناها اذا كان جاب الكريتير اللي ذكرهم الوكيل. دونك حسبك انت اللاعب مصحح عقد مع وفاق ستيف معناها؟ مع وفاق ستيف ودو بلوس وفاق ستيف ما تعرف معناها تتضرر فيها برشا جمعيات حتى في تونس تتضرر من اللاعب يكون معاه في كونتاكت ومن بعد يصير كيما قال خونا امس تحويل وجهه. فهمتني؟ وفاق ستيف طلبوا من اللاعب انه يعمل اون فيديو ايك لو بابي وانا شفتها خويا اسلام ويقول فيه اللي هو معناها يسي بارتي دو كلوب وانا سمعت انت الفيديو اش فيه. تو سا معناها انا ما كانش في علمي به. معناها كنا نحضروا في البروجي اللي قلت لك اللي كان مع النجم الساحلي وكملت لا سيليكسيون لو 2 سبتمبر اكزاكتومون
لو 2 سبتمبر جات اوفر كلوب افريكان. كلمني اللاعب قال لي خويا راني جيري سي اون اوفر دي كلوب افريكان. قلت له خويا سين جروند ديكيب وجمعيه كبيره واي ملاعب يتمنى باش يمشي لها. مي نو رانا اون افونسي مع ليتوال دي ساهل وعملنا البروجي بتاعنا واتفقنا في كل شيء. معناها اوبليي كيف كيف في الحكايه فما ناجون تونسي مع خو الملاعبي قبلوا بالكلوب افريكان. كيفاش توا احنا معناها في ثلاثه جمعيات ستيف والكلوب وليتوال. اكزاكتومون واضح. فكولا التليفون نتاع ما عادش يجاوب على التليفونات وكل. شكون اللي فكولو؟ الفامي نتاعها. باهي الفامي نتاعها باسكو لوفر دي كلوب افريكان اللي تي بريسك لو دوبل نتاع ليتوال و ودير اي دمي نتاع سي. وكنا حكينا عليه البارح 160 180 200 الف دولار هكا. اكزاكتومون. الملاعب يخلص لتونس كيما قال امس تونا غلط الحكايه ما فما حتى حد جاه للمطار ولا حاول يبدلها ولا الحكايه كلها ماهناش منها ماهيش صحيحه. الملاعب جاب ليتوال قبلوه لي ريسبونسابل نتاع كلوب افريكان عنده الفيزا ديجا معناها اللي فات خرج طول نتا مع كلوب افريكان. انا اش عملت؟ جي سيزي لا فيفا ديريكتومون. اول حاجه بعثت ان ايميل لكلوب افريكان بور ليزافيرتير قلت لهم راهو اللي قاعدين تعملوا فيه غلط وعطيتهم باللي بروف وكل شيء. شنو كان ردهم؟ سيلونس. ما جاوبوكش. سيلونس. معناها عندي الموندا اوفيسيال دو مع الملاعبي اكسكلوزيفيتي لا هي على شمال افريقيا ولا هي على شمال اسيا موند اونتيي من نوفمبر 23 قدمت كل شيء و جو كاش با اونتر تون جي معناها جي افيرتي ستيف وناديت ستيف وقلت لهم حتى انتم فوزالي معناها بورتي بلانت على على الملاعبي و سي سكو انا في انا بورتي بلانت لي دو وتوا انا عند الفيفا و يفون ترونشي. هذا ينجم يفسر معناها ان الكلوب حتى لتوا على ذاك ما اعلنش الصفقه؟ ا مون افي وا باسكو لا بليسير ما سا تيان با لا روت. حكيت لا بليسير سا تيان با لا روت. فوالا هذا هي الحكايه كل خويا اسلام. واضح باهي. خليني ناخذ تعليق من عندك انت يا مختار وانت رجل القانون كيف كيف بخلاف انك حكم سابق. شنو تعليقك على الوضعيه هذه؟ والله يغزل لي وقت اللي نبداو نسمعوا الوكيل هذا اللي الحقيقه معناها توا هو خاطر حكايه دو فيرسيون فهمتني. كان وكيل اللاعب وعنده اوراق تثبت اللي كونه عنده وكاله خاصه في شمال افريقيا معناها هذه صاي ما عادش ينجم الجوار هذا يعطي وكاله اخرى لاي اجون اخر. وقت اللي يعطيه هنا راه ما ينجمش الملاعب يقبل اي جمعيه في شمال افريقيا دون الرجوع للوكيل هذا. معناها هذه صاي معناها ما ينجمش لا تقول لي خويا انا حالي تليفون لا حد شيء. معناها حتى لو كان قبل جمعيه اخرى نتصوروا اي جمعيه باش يمشي لها اكثر ثلاثه اللي سماهم هذوما راه الوكيل كي يشكي به ياخذ حقه من الفيفا. هنا ولينا في موضوع اخر موضوع نتاع جوار صاي صحح مع جمعيه. معناها نحن هنا كي نحكيو موضوع جوار مازال يعمل في فيزيت ميديكال في تونس تابع جمعيه وهو عنده موضوع نزاع في الفيفا مازلنا ما بديناش. معناها يا ربي العمل عليك معناها اللوفر حتى اللي تعطاله بالدوبل ولا الادمي اللي قال عليه توا معناها قاعدين نحكيو على حاجه معناها كالعاده جمهور النادي الافريقي يتابع في موضوع الملاعب هذه يذولي عندنا جمعتين فما جمعتين نستناو هاو اليوم هاو غدو هاو فما ضربه صغيره ينجم يرتاح فيها. صحيح الجوار كونفيرمي افون سونتر في ليكيب ناسيونال نتاع الكاميرون لكن هنا رانا وفاش قام نحن ندخلوا تحت الطاوله هذه. يا اخي انت سامحني وقت اللي انت حاجتك بافون سونتر مش قانع كيدو موك حل دو ولا تروا كولوار زاد هذا ما نجحش عندك زوز اخرين يستناو. الحقيقه ما نجموش زاد نكذبوا الراجل كونتاكت وحسب ما فهمت اللي بعث لك الاوراق الكل بعث لي شفت الاوراق الكل انا حسب رايي اداره النادي الافريقي لازمها تنهي الموضوع هذا مع اللاعب هذا تبعته على روحه ويمشي لستيف يمشي اللي يحب عليه. موضوع موجود في الفيفا علاش ندخلوا في نزاع مع جوار هذا مازال ما عطاش شيء للنادي الافريقي. باهي موجود معنا كيف كيف طلب يتدخل مازال معنا توفيق توفيق معنا باهي خليهم الزوز نجموا نخليهم الزوز ما نجموش الزوز باهي على كل باهي سمعنا توفيق شنو قال في الموضوع. الاستاذ كمال بن خليل كيف كيف مش حاضر معنا اليوم لكن حب كيف كيف يتدخل ويوضح. اهلا بسلام مرحبا بك استاذ. اهلا كنت نسمع في الوكيل والحقيقه استغربت من كلامه من بون ينجم يكون يقول في دي فيريتي لكن الجانب المتعلق بالنادي الافريقي. الو اي تفضل استاذ.
قلت الجانب المتعلق بالنادي الافريقي فيه برشا تهجم على النادي الافريقي ويكذب معناتها في الناس. احنا شوف ايش نقول لك، انا نعرف ايش قاعد نقول ومسؤولين النادي الافريقي يسمعوا فيا. الملاعب هذايا وقت اتصلت فيه النادي الافريقي لا عندها علم لا باتصالات لا بوثائق ستيف ولا المريخ ولا زحل ولا حتى حد، هذا وقع الاتصال به عن طريق شخص يقول لي هو وكيله. السيد هذا قال انا ليبر، واكبر دليل على ذلك انه جاء لتونس وقابل مسؤولين النادي الافريقي. الوكيل يقول عندي موندا، عنده موندا، احنا ما لجينا كذبناه ولا ظهر لي النادي الافريقي ولا انا كما بتاتر مقرب من النادي الافريقي لا خرجت ولا قلت هذا مش وكيل ولا ما عندوش موندا. دونك موضوع الموندا وموضوع انها تهم اسيا وتهم افريقيا وتهم القمر هذا كبينه بين الملاعبين نتاعو، عنده حق ينجم. استاذ اسمعني لحظه انت اسمعني باش نوضح لك لحظه قبل نوضح لك قاعد يخلط في زوز مواضيع. لا لحظه باش تفهم الصوره. انت بعث لي راهو وثيقه والعقد اللي ما عندوش موندا على تونس ولا ليبيا، بعث لي وثيقه اللي عنده معناه هو وكيل اللاعب في كل بلاصه. العكس ما قلناش العكس وما تهجمش على الافريقي راهو ما قالش حتى على الافريقي. قال مشى وشكينا وندرى شنو ما في وصل الحديث تفهم انت راهو. واللي قالوا القوبانتيني صحيح معناتها انا نكذب. انا كنت حاضر في المطار والملاعبي هذايا ومن المجالس بالامانات ما نجمش نذكر المسؤول انا اللي موجود وخذالوا الباسبور نتاعو خاطر كان ثم شخص اخر غاديكا كان حب يفك الباسبور نتاع الملاعبي. والملاعبي نسمع فيه باذني قال انا شو فينيو كلوب افريكان، ما قالش لحد اخرى. نحترموا الجمعيات الكل لكن انا كنت حاضر والملاعبي قال انا جيت للنادي الافريقي والمسؤول معناتها حتى الباسبور نتاعو مدهوله مسؤول غاديكا في المطار بعد ما سمع اللاعب وين يحب يمشي. كلامك مش متخالف مع الوكيل. الوكيل اسمعني استاذ عاد اسمعني باش نجمو نحكيو. قلت لك الوكيل قال الاتوال طلعت له الفيزا والكلوب قصت له البي بعد ما جاء الاوفر نتاع الكلوب ولا يحب يمشي للكلوب معناها نفس هو لا هاو فاش انا نختلف معاه. قال الكلام اللي قالوا القوبانتيني صحيح والاستاذ غلط مش صحيح. احنا ما حاولناش الوجهه. دونك انا البارح كي قلت راه ما صارش تحويل الوجهه راني نعرف ايش قاعد نقول. النادي الافريقي ما عنده علم بحتى مفاوضات وكي جاء النادي الافريقي قصت له البي باش تفسر انه ما صححش التو ما صححش على خاطر الكلوب افريكان جوستومون فيها اداره قانونيه. انا ما كانش عندي الحق نحكي التفاصيل لكن النادي الافريقي تفطن الى انه السيد هذايا ما نحبش نقول له كلام خايب لكن يلعب على حبلين. الناس تريثت بطبيعة تخرج حكايتها ما الناس تعرف شو تعمل. لو كان جات في الفوضى القديمة فتات الرأي الكلوب صحت له راهو دخلنا في إشكال كبير. النادي الإفريقي تريثت والهيئة نتاعو تريثت والهيئة القانونية تريثت باش يشوفوا الوضعية بالضبط وين توصل. أما أنه نوصلوا أن نتهموا النادي الإفريقي هاي ندرى شنو هذا مش معقول وما يجيش. تحب تشكي بالملاعب أنت كوكيل أعمال وهذا حقك ما يجادلك فيه حتى حد لكن ما تقولش النادي الافريقي دخلت والنادي الافريقي ندرى شنو وقوه فكلوا فما ايحاءات في الكلام ماهيش معقوله. النادي الافريقي اتصل بالملاعبي هذايا ما عنده حتى خلفيه ودليلنا على ذلك انه كي اتضح انه ثم امور مش هي النادي الافريقي ضرب فراء لتتضح الرؤية. واضح حتيك الصحه استاذ تو نحاول نتصلوا من جديد بالتوفيق ناخذوا كيف تعليقه على الكلام هذا. خلينا ناخذ تعليق من عندك انت يا احمد شنو رايك في الاشكال هذا؟ والله انا في تقديري وكأن قدر النادي الافريقي انه كل ما يتجه الفريق نحو الاستقرار الا ما يثار حوله الغبار. صار مع زوج لاعبين اخرين اللي هما ليبا يعني علي يوسف وكين زومبي. مش معقول يعني كل ما الفريق هكا يولي يستقر ويشد روحه وتكبر الطموحات وقولوا تيان النادي الافريقي واخيرا الجمعيه معناتها باش تركز حول النتائج حول الملعب حول الا ونلقاو حاجات تثار حول النادي الافريقي. انا في تقديري مشكله اللاعب الكاميروني اذا كان هو مصاب عنده شهرين وإصابة في الفخذ حسب تقدير الطبيب النادي الإفريقي معناتها كيفاش يترينا ويجري في البارك وكيفاش أصيب وهو ما لعبش هو مش يترين يجري في البارك لا مش يترين يجري معلومة عندي مش مؤكدة ما نصارش نجم يترين هو ما هوش مصح زيد ثبت. هو يبدو أنه النادي الإفريقي يعني عنده خيارات أخرى فما ملاعب مهاجم الوداد يبدو لي موريتاني مش مهاجم هو لعب وسط بونا تحكي مش يبدو ان النادي الافريقي يعني عنده زوز خيارات اخرين والا ثلاثه يتجه نحوهم ما دام اللاعب الكاميروني مش جاهز. انا في تقديري ينجم اللاعب هذا اذا كان مفيد وينجم يفيد النادي الافريقي علاش ما يقعدش الجانفي وبعدين الفريق ياهل ويلعب على النادي الافريقي. فما حاجه نحب نقولها تبدل كل شيء في النادي الافريقي تبدلت حاجات باهيه في النادي الافريقي لكن الحاجه الوحيده اللي قاعدت في النادي الافريقي هو السمسار
نفس الوجوه اللي قاعده تجيب في الجوارات القدم هما بيدهم قاعدين يجيبوا في الجوارات، وحتى جوار يجي مع طريق واحد اخر يدخلوا خشوماتهم ويحبوا يدخلوا الفوضى هذه. خويا حبيت لو كان توفى في النادي الافريقي خويا تخدم. انا رافي الموضوع نتاع الملاعب هذايا رغم النجاحات اللي صارت بالنسبه لي انا كيزومبي ولا يوسف هذا واضحه امورهم. الفيفا تنجم تعطيك تحمي الملاعب تقول له برا كور ومن بعد كان فما خطيه ولا حاجه ادفعها. بالنسبه لي نحن هنا الجوار هذايا صارت عليه يمكن اسمه كبير وجمهور نادي الافريقي كان يستناه الحقيقه، كان يحب جواري يطمن على الاقل في في في, في تسجيل الاهداف. غلطه كبيره من اداره النادي الافريقي، هاو خرج مضروب، هاو خرج فما مشكله. هذه المشكله تو كان ما ذكرناهاش في الاذاعه هذه والله صدقني ما كانتش تمشي. تو جمهور النادي الافريقي للحظه لليوم لل11 نتاع الصباح يقسي الملاعب عنده ضربه وقاعدين يزيتي اخرجوا صارحوا العباد راهو مصح مع جمعيه ولا مع جمعيه ولا مع غيرها. واضح. خلينا ناخذ اخر تعليق من عند سي توفيق. سي توفيق تفضل، كنت تسمع في الاستاذ كمال بن خليل وكنت تسمع في الجدل في البلاتو. بيان سير. شوف خويا سلام باش نرجع للاستاذ سي كمال، انا راه تهجمت وما ما فماش كلام قلت على بين السطور. انا جيتي كلير انا ما قلتش الافريقي حولت له الوجهه نتاعها، قلت الافريقي دخلت اونتر تون في الملف هذايا. اي تفضل. اي وكلام القبنطي امس قال معناها النجم الساحلي راهي كان معناها بريفيو للنجم الساحلي ماهوش غلط. صحيح. واضح. كلام معناتها مع الملاك سامحني بالله معناتها انت مع الملاك. اي كلامهم ماهوش متخالف. اي ماهوش متخالف كلامهم. هو معناها اللي كثير بيزار معناها دخل في مخي وقال لك نقرا ما بين السطور. لا ما عندي حتى مشكله مع النادي الافريقي، وبالعكس خويا حبيت نذكرك بحاجه يا اسلام وتعرفها بريود لا جروند كريز نتاع الكليما الصحيح. واللي العالم الكل شتي بالنادي الافريقي الوحيد راه جاك بيسون لعب وما نجحش في النادي الافريقي بور دي ريزون معناها انت الناس كل تعرفها مشاكل الماليه بتاع النادي الافريقي. الوحيد اللي ما حبش نشكي بالنادي الافريقي في الوقت هذا كنت نشكي ناخذ مليار اللاعب ياخذ مليار ومشكلت وعملت ريزيلياسيون على نيابل وخرجت. واضح. مسؤولين تو يخدموا في النادي الافريقي طلبوا مني باش نشكي بالنادي الافريقي. واضح. موجودين في النادي الافريقي. يعطيك الصحة، شكرا لك استاذ توفيق على تدخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات. سي ذا ما سمعناكش، خلينا ناخذ من عندك تعليق. افيك تو مي ريسبي للملاعب هذا. أولا نحب نعمل نداء لجميع النوادي التونسية. يفو فير تري 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 اتونسيون من هذه المشاكل. أولا. ثانيا السيد هذايا الملاعب هذا ما عنديش فيه ثقة. حتى كان يجي يلعب توا في الكلوب ولا في ليتوال ولا في اي فريق تونسي انا ما عنديش فيه ثقه. علاش؟ على خاطر ما يكسبش ولا 1% من البروفيسيوناليزم. يا سيدي ما صححش مع ستيف. خلينا نقولوا كم كانها اون بروميس دو كونترا. واتفق معاهم. كيفاش انت على خاطر الكلوب عطاتك نصف سالير زايد والاخر عطاتك الدوبل نتاع السالير؟ هذا كلام هذا معقولة؟ هاو طلع مربوط مع ستيف. علاش هو واقف؟ ما لعبش في حتى نادي، خاطر هو مرتبط بستيف. إذا الملاعب هذايا جو لو بو با لوي دوني اون كونفيونس، من المستحيل. هذا ماهوش بروفيسيونيل، هذا إنسان فو فير تريز أتونسيون للنوادي التونسية، مع كل احترامي ليزاجون. يلزمهم ما يجيبوا عنده سلعة باش يبيعها، ما يجيب السلعة إلا تبدا نظيفة. هالمشاكل هذيا ما نحبوش ندخلوا فيها على خاطر راهو تتكلف غاليه برشا. وهاو الدليل، هاو واحد يقول يترنى، واحد يقول مريض، واحد يقول درا شنو، هو ما ينجمش صح لانه مرتبط مع نادي ستيف. واضح. باهي. في موضوع اخر متعلق بالنادي الافريقي نسكر الموضوع هذا، نحكي على رامي البدوي اصابه جديده. مروان نفسك انت خاطر تعرفوا مليح رامي باش يغيب 3 أسابيع على الميادين، شنو حكيتوا مع الاصابات؟ والله شوف اسلام هذاك البروبليم هو اللي كونوا في الاطوال كانت رامي الحقيقه يذكرني كما نقولوا بياسين شيخاوي. ديما عنده مشكله في لي بليسور. مي ما ننساش لو رامي راهو ديسبليني طفل نظيف، مي لي بليسور ما نعرفش معناتها من عند ربي معناتها ما فهمناهوش لغز هذا ما حبش يتحل. رامي ان شاء الله ربي يشفيه
ويرجع معناتها. مي كيما قلت لك راهو عنده مشكله في وتجي في وقت خايب شفناه مالك بونتو ممتاز فوالا كل ما يعدي مات معناتها يتعدى بدو تروا ماتش باهين ديما فما البليسور الرامي ان شاء الله ربي يبقى عليه ستر البليسور هذا تبع فيه ملي كان في الاطوال واضح به نسكر موضوع الفريق. شكون يحب يعلق مثلا على الكلوب ولا فقط على تعليق مختلف عندك؟ والله ممتاز عجبني معناها رامي ما عادش صغير والبلايلي كبير حبيت يمشي في ديسكور شو معلي علاش رامي انا بالنسبه لي مش بدناش مع الاسامي خليني كمان مع الاسامي اللي موجوده في النادي الافريقي كنت اتمنى رامي من عمنا واللي يظل حتى كيكور انا نتفرج فيه الحقيقه يعدي الميتون دوزيام ميتون اولو في الوسط رامي عنده تو 3 سنين في الاطوار يتم تغييره في النادي الافريقي يتبدل هو واللي ويظل اللي جاء من السياسي سلارير معناها ديفونس الكلوب تتبدل مازلنا ما كملناش الميتون الحقيقه مع الاسامي الموجوده حمروني لا حمروني لا لا, لا انا بالنسبه لي انا كان ادم الطاوس خرج ولد الكلوب خرج ما بالك رامي البدوي اللي الحقيقة معني أعطى للنادي ما أعطى معني لعب في النادي الفريقي لصابات كبيرة حسب رأي كانت فاهمه معاه ومشي على روحه لا سامي ما نصور أنا بالجوارات اللي موجودة واللي زاكسيو اللي خذيناهم رامي باش يكون تيتولير ما نصورش باهي نمشيو موزيكا بعد نكمل الجزء الثاني من حصتنا اليوم